خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو ايوه مساء الخير. الو ايوه الو ايوه مساء الخير. مساء النور. اتعرف بيكي؟ ليلى. ليلى كم سنه يا ليلى؟ 19. مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه بقالك قد ايه؟ سنتين. انا سامع صوت بيبي. عندك قد ايه اولاد؟ عندي ولد. ربنا يخليه لك. صوتك حزين ليه يا ليلى؟ في ايه؟ انا جوزي، انا متجوزه بقالي سنتين. جوزي كان عنده مشكله اول ما اتجوزنا. هو كان مدمن، فهو قعدنا شويه لغايه ما اتعالج وكده. قعدت سنه وشويه لغايه ما اتعالج، وفي وسط بقى انت عارف بقى مشاكل ديت والمحاولات دي. المهم قعدنا بعد السنه ديت، انا بقى قعدت بقى اهله بقى كانوا بيعاملوني وحش، اللي هو انا السبب يا جماعه، انا متجوزاه وهو كده. اهلك انت بيعاملوكي وحش ولا اهله هو؟ اهله هو. على اساس ان انت السبب، انت اللي خليتيه يدمن يعني؟ كده قولي لي، ما انت لو انت متجوزه كده، انت لو شايفاه، انت لو قدرتي تخليه يبطل كان هيبطل. يا جماعه انا ذنبي ايه؟ انت اتجوزتني على غش، ما قلتليش حتى من الاول، ما خلتنيش حتى اختار. يعني هما كانوا عارفين اهله ان هو مدمن برضه؟ وبيلوموا عليك انت؟ طيب وبعدين؟ خلصنا من الموضوع دوت، وفضلت واقفه جنبه. اهله كانوا بيعاملوني وحش جدا لدرجه ان هما قالوا لي انت اللي بتجيبي له المخدرات. انا هجيب له؟ قالوا لي ايوه. امال هو هيجيبه منين؟ قلت لهم معرفش، ده ولد مثلا. وبعدين قالوا لي معرفش، المهم انت اللي بتساعديه وخلاص، انت لو مش بتساعديه كنت هتقولي. بعدين هو اتشحن، يعني احنا شحنناه، الحل اللي احنا وصلناه ان احنا نشحنه. اشحنوه يعني ايه؟ يعني نودوه غصب عنه. يعني يروح المستشفى غصب عنه. وديناه، وفضلوا بقى يعاملوني في الفتره اللي هو انا دي لوحدي. يعاملوني وحش جدا، اسوأ معامله. وانا بقيت اسكت، مش عشان انا عايزه كده، عشان انا حبيت الانسان ده، حبيت قلبه، وما حبيتش اقول لاخواتي ولا لاهلي عن اي حاجه. يعني انا ما قلت لهمش ان الانسان ده كده، لغايه دلوقتي هم ما يعرفوش حاجه. بعد ما خرج من المستشفى بقى يعاملني حلو جدا، وانا بقيت عامله حلو وكويس. فهذه دلوقتي الموضوع بعد الخلفه بقى يعاملني اللي هو ايه، انا حبيت. هو بيسافر، هو مسافر القاهره وانا عايشه في اسكندريه. بيجي يقعد هنا، يعني بيجي كل 15 يوم، يقعد يومين او 3 ايام كده. المره دي جه يقعد شويه معايا وينزل. انا نزل لغايه عند ماما تحت. ليه؟ يقول لي اصلك انا مش هينفع اشرب سجاير والولد انام جنبي. طب اشربها في البلكونه. لا انا حبيت عند ماما تحت. هو رجع يشرب تاني، ياخد مخدرات تاني؟ لا ما يرجعش. انا عايز اقعد لوحدي شويه. طب انا عايز اقعد معاك شويه، انا محتاجه اقعد معاك شويه. لا انا هقعد لوحدي، انا هقعد تحت. جه يوم اربع، قعد معايا اربع وخميس، بات مع مامته جمعه وسبت وحد واثنين. ليه؟ بدون اي سبب. انا عديتها الجمعه والسبت والحد، جيت يوم الحد قلت له مش هينفع، هو انت مستكتر عليا مثلا ان انا اصحى الصبح الاقيك جنبي؟ انا عايزه احس الاحساس ده، عايزه احس ان انت جنبي، عايزه ابقى مبسوطه. وعلى طول مكشر وانا اضحك واهزر، يعني انا مش بحب ان هو ايه اقعد مكشره. حتى لو انا متضايقه من حاجه ما بحبش ابين للناس اللي قدامي ان انا متضايقه منها، وبنساها واقعد اهزر واضحك. فوصلني المرحله اللي هو انا خلاص زهقت فكشرت. انا زعلان، زعل وما كلمنيش، ومشى من غير ما يكلمني ولا مشى من غير ما يسلم عليا. سبته سكت. هو مشى وهو في السكه، اتصلت بيه كذا مره، فين؟ يقول لي انا لسه في السكه. انت فين؟ يقول لي انا لسه في السكه. لغايه لما وصل وقمت قافله معاه. الكلام ده من يوم التلات. بعد كده ما كلمنيش ولا رفع عليا حتى سماعه التليفون لغايه دلوقتي. يعني بقاله اسبوع ما كلمكيش؟
بقاله اسبوع ولا حتى بيسأل عليا ولا فكر. طيب خليني اسالك، هو بيبرر بايه ان هو عايز ينزل يقعد عند والدته؟ بس السجاير؟ السجاير، ومحتاج اقعد لوحدي شويه. انت قاعد لوحدك هناك على طول؟ لا انا عايز اقعد لوحدي شويه. بس عايز. طيب العلاقة الحميمية ما بينكم كويسة ولا وحشة؟ لا عادية جدا يعني، هم دي ما فيهاش اي مشكلة. هو المشكلة اللي هو عايز يقعد لوحده. طيب ما تشجعيه على كده، قولي طيب اقعد لوحدك، انا عارفة انك بتبقى عايز تقعد لوحدك وبتاع، براحتك. انا خالص. قول لحضرتك انا سبته 3 ايام، سبته يومين قاعد لوحده. لا ان شاء الله ان شاء الله تسيبيه اسبوع، سيبيه خالص لحد ما يحمض وهو قاعد لوحده كده ويحس بالذنب لوحده. يعني شجعيه. عايز تقعد لوحدك؟ هو مش قاعد معايا على طول. انا عارف، ما انا عشان كده بقول لك دوسي على نفسك شويه، سيبيه. عايز اقعد لوحدي؟ طيب يا حبيبي اقعد لوحدك، ماشي براحتك خالص. ايه ده، هي بتبيعني كده ليه؟ لا اقعد براحتك انا بس. طب هبات؟ لا ولو عايز تبات تاني مفيش مشاكل خالص. الله الله الله، ده انا بتباع بقى. انت فاهماني؟ ايام ما كان بيشرب كان يعرف واحده وكان تقريبا يعني عمل معاها علاقه او كده، بس انا ما حبيتش ابين له ان انا عارفه. هو كان دايما يقول لي ده مش عارفه فلانه قالت لي ايه وبتسلم عليكي، بس انا عارفه ان هو مش كده، انا عارفه ان هو في حاجه تانية، بس ما حبيتش اقول لان الدكتور بتاعه قال لي ده هو ما بيبقاش حاسس هو عامل ايه، هو مش بيبقى. فقلت الانسان ده لما يعرف ان انا وقفت جنبه هيشيلي مثلا الجميل وكده. وبعد كده بقينا كويسين، رجعنا دلوقتي بقى اللي هو حبيت تحت عند مامتي، حبيت تحت عند مامتي. مامته تقول لي انت فيها ايه يعني؟ ما توفي انت المفروض جوزك جاي يومين ما تزعليهوش. بصي انا اعتقد ان هو بيبقى بياخد حاجه ومش عايزك تشوفيه. ما انا اتصلت بالدكتور بتاعه قال لي لا هو طالما هو بيكلمني يبقى هو كويس. وبعدين بيقعد بقى ايه على الفيس يقعد يهزر ويكلم مع كل صحابه. اجي انا معاه يبقى قاعد مكشر ومدوس في ايه؟ اصل مش عارفه الشغل مش مظبط، اصل مش عارفه. اجي اخته تبقى قاعده على الفيس واشوفها تقول لي بصي محمد كاتب ايه، بصي مش عارفه. وهزار وضحك مع صحابه. طب ليه انا كده؟ مع اني انا مش نكديه معاه، والله مش نكديه. انا بعمل. بصي يا بنت الناس، انت مشكلتك انك عايشه مع انسان مر بتجربه سيئه جدا في حياته وهي تجربه الادمان. عايز بس اقول لك على حاجه لازم تحطيها في اعتبارك. المدمن ما فيش حاجه اسمها ده كان مدمن وبطل، دي ما بتحصلش. في حاجه اسمها مدمن متعافي. المتعافي ده بيبقى لازم بيمشي على برنامج علاجي طول عمره، برنامج اعاده تاهيل، على ان هو انسان كان مدمن وان هو بيحاول ان هو لازم يفضل يمشي على السيستم ده علشان يفضل متعافي، ولازم برضه يبتدي يساعد غيره من المدمنين المتعافيين علشان يبقى في الدايلما دي ما يخرجش منها. ده المدمن المتعافي. المدمن المتعافي برضه ما بيعديش من الأزمة دي بسهولة في الأول، بياخد وقت. أهم حاجة إنه ما يتحطش في موقع يضعفه ويرجعه تاني يدمن أو ياخد نفس المخدرات بنفس الشكل تاني، أو يلجأ لها عشان تكون هي الملاذ بالنسبة له. أنا مش عارف إذا كان هو رجع للمخدرات تاني ولا لأ، لأن التصرفات دي تصرفات مش طبيعية. قد يكون رجع للمخدرات، قد يكون بيهرب من العلاقة الحميمية عشان ما تبقاش كل يوم في الأجازة بتاعته. مش قادر يقول لك لأ النهاردة أنا مش عايز. قد يكون عنده حالة زهق وملل لما بيعمل دماغه، متخيل إن هو كده 100 فل و14 ودلوقتي قاعد فايق، فده مضايقه، مفيش أي وسائل متعة حواليه. يعني برضه هو حاله غير سوي. انا انصح انك تسالي الدكتور بتاعه اتعامل معاه ازاي؟ اعمل معاه ايه؟ انا دلوقتي في الوضع ده اعمل معاه ايه؟ هو حاله عامل ازاي؟ هو كراجل مدمن وخرج من الادمان بعد العلاج بتبقى ظروفه عامله ازاي؟ لانك برضه محتاجه تعرفي طبيعه جوزك ده ايه علشان تعرفي تتعاملي معاه.